هي ام المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنه عمته واولى زوجاته لحاقا به بعد موته من السباقات الى الاسلام كان اسمها بره فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب وكانت تعرف كذلك بام المساكين فعن عثمان بن عبد الله الجحشي عن ابيه قال ما تركت زينب بنت جحش درهما ولا دينارا كانت تصدق بكل ما قدرت عليه وكانت ماوى المساكين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنه خمس من الهجره وكانت قبله زوجه لمولاه زيد بن حارثه فطلقها زيد فزوجها الله لنبيه وفي هذا نزل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وضرا وكان امر الله مفعولا وكانت رضي الله عنها تفخر بذلك على سائر الزوجات وتقول زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات كانت من احسن النساء دينا وورعا وجودا وكانت عنده صلى الله عليه وسلم بمنزلة رفيعة تقول عائشة رضي الله عنها كانت زينب هي التي تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي يتصدق به ويتقرب به إلى الله عز وجل ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئه شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوه الطائف وغزوه خيبر وكانت معه في حجه الوداع توفيت رضي الله عنها عام عشرين من الهجره وقيل في عام واحد وعشرين وهي ابنه ثلاث وخمسين سنه فرضي الله عنها وارضاها